قوة الشراكة، بناء الجسور عبر الحدود. في عالمنا المترابط، يجب على الدول أن تعمل معاً لتحقيق أهداف مشتركة. يعد التعاون أساسياً لتحقيق التقدم، وينطبق هذا بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية التي تتطلب جهوداً جماعية. تعد هذه المشاريع معقدة وتتطلب خبرات متخصصة من مختلف المجالات. يتيح التعاون الدولي توفير الموارد والمعرفة، كما يسمح للدول بالتعلم من بعضها البعض وتبادل الخبرات. تستفيد الدول النامية بشكل كبير من ذلك، حيث تحصل على التكنولوجيا المتقدمة وتتمكن من تحسين بنيتها التحتية بسرعة وكفاءة. كما تعزز الشراكات الابتكار، مما يؤدي إلى إيجاد حلول أكثر استدامة وكفاءة تسهم في حماية البيئة. في النهاية، يمهد التعاون الطريق لتحقيق الرخاء المشترك ويعزز العلاقات بين الدول. موجة صاعدة، المبادرة البحرية اليابانية في المغرب. تشتهر اليابان بخبرتها البحرية وتاريخها الطويل في بناء السفن وإدارة الموانئ. بينما يتمتع المغرب بموقع استراتيجي على طرق الشحن الرئيسية، مما يجعلهما شريكين طبيعيين في هذا المجال الحيوي. أطلقت اليابان مشروعاً ضخماً في المغرب يهدف إلى تعزيز التعاون البحري بين البلدين. يركز المشروع على تطوير الخدمات البحرية